أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هذه الحلقة اختاريت لكم واحد المعلمة تاريخية غادي نتكلم عليها كترجع لعهد الدولة المرابطية، معلمة معروفة بصمودها طيلة هاد السنين واللي مازال شامخة بكبرياء رغم تقلبات الطبيعة وتأثيرات الزمان باقية صامدة، إنها قنطرت والتنسفت. وكي كيعرف الجميع، هاد القنطرة أو كيف جا في كلام الأولين، تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار، هي من المعالم التاريخية المتواجدة في الجهة الشمالية لمدينة مراكش واللي كتربط مدينة مراكش بشمال المغرب، قنطرة والتنسفت اللي من أيام المرابطين مازال كتشتغل وكتحمل القوة ديال الشاحنات والحافلات وغيرهم. وكيف هو معروف هاد المعلمة التاريخية كتواجد على واد التنسيفت اللي كينباع من الأطلس الكبير وكيمتد مسافة 270 كيلومتر حتى للبحر فين كيصب ما بين مدينة أسفي والصويرة، بناها الأمير علي بن يوسف باش يسهل للجيوش المرابطية دخول مدينة مراكش بعد العودة ديالهم منتصرين من معركة الزلاقة، وهذا في الربع الأول من القرن الثاني عشر للميلاد. ومن عظمتها ظلت صامدة قرون حتى اجتازوها المتطوعين اللي شاركوا في المسيرة الخضراء سنة 1975، وما زال لحد الساعة كتبهر كل العابرين لها، وحيث هي كتمثل جزء من التاريخ المغربي كذلك كتمثل الإتقان والجودة في العمل والجد والنية الخالصة لوجه الله. ولا شك أن الناس اللي ساهموا في البناء ديالها كانوا ناس ربانيين ومخلصين في العمل ديالهم. وكتعدد الروايات الشفاهية بخصوص المواد اللي استعملت في البناء ديالها، مواد تقليدية مثلا الحجار التراب والرملة، الرملة ديال الواد والتبن مخلط بالبيض والله أعلم، والبعض قال استعمل البيض والجير أو مح البيض لكي تزداد متانة والله أعلم. كذلك تمكنت هاد المعلمة وبالطريقة التقليدية باش تبنات من هزم جهابدة الهندسة اللي تلقاو التعليم ديالهم في مدرسة الطرق والقناطر الباريزية من ما الثروة في بداية خمسينيات القرن الماضي، بالضبط سنتي 1950 و 1951، كانت واحد العاصفة قوية ضربت مراكش والمناطق المجاورة وخلفت خسائر كثيرة واستمرت ساعات طويلة لدرجة أن الناس ترعبوا وبدأوا في قراءة اللطيف، واللطيف هو دعاء كيتوسل به لعبد المولاه سبحانه وتعالى باللطف في الأقدار ساعة البأس والحزة وعند وقوع نوائب الدهر. خلفت هذه العاصفة خسائر كثيرة ودمرت كل شيء حتى القنطرة اللي بنتها فرنسا واللي تبنات بآخر ما كاين في التكنولوجيا ذاك العصر.
وبقات القنطرة اللي بناها علي بن يوسف صامدة. ومن اللي سمع الخبر، المقيم العام ديال فرنسا السيد ألفونس جوان زار القنطرة المرابطية ووشحها بوسام استحقاق علقوا على جنباتها عرفان منه بجودة المصنوع وعبقرية الصانع، كما كيوشحوا شي بطل أو شي قائد كبير. كان مصحوب فرقة عسكرية أدت النشيد الوطني الفرنسي، ومن بعد تعزفت موسيقى 55 المغربية احتراما لهذا العمل ولهذا الجودة في العمل ولهذا القنطرة. وكتبقى هي القنطرة الوحيدة بالمغرب اللي كيناز عمرها 1000 سنة، والإشارة أنها عرفت بعض الإصلاحات في عهد الموحدين وبقات كتقاوم الزمان لمئات السنين. شكلت خلالها الجسر الوحيد اللي كيربط مراكش بشمال المملكة المغربية. أحبتي، دمتم في حفظ الله ورعايته. شكرا على تتبعكم وتشجيعكم المستمر. أجمل وأرقى التحيات، إلى اللقاء في حلقة قادمة.